بداية أدان الأمين العام للأفلان محمد جميع التكالب على الجيش وقيادته الوفية للخط النوفمبري، وقال إن المساس بالمؤسسة العسكرية هو إساءة لكل الجزائريين. وفي السياق قال محمد جبيعي إن مختطفي الأفلان تبنوا خطابا لا صلة له بأخلاق ومواثيق الحزب، وإن الحراك الشعبي حرر جبهة التحرير الوطنية. أمة المسلمية تحيا الجزائر. إن النهج الذي تبنته جبهة التحرير الوطني خلال انتخابها أو انتخاب أمينها العام سيكرس لا محالة للممارسة الديمقراطية الشفافة التي ندعو إلى تبنيها في كل المؤسسات. ونقول إن عهد التعيين بالهاتف أو الإيعاز قد ولى وإلى الأبد وعلى كل المستويات. إن عملية السطو على المؤسسات الدستورية بطرق غير قانونية وبأساليب مشينة لا يمكن القبول به أو الاستمرار فيه.